الصندوق هذا حطوا بسلطه القانون هذا، هذه ماشي فوضى هذه. اش كتحسبوها المساله هذه؟ الا كانت هذه هي دوله الحق والقانون، اللهم انا حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ماشي في هذه البلاد. والله اكبر. فين هو الاخ الاخر؟ ديال ايه ولا لا؟ قال لي دوزو الرجل ديال الفيبرونتي. اجي ادخل اخويا ادخل. غير خليك معنا خويا، خليك معنا لداخل، خليك بعدو ديرو مسافة الأمن باش أنا سيدة قوسة محمد على دي باش حطيتو هاد الصندوق هنا، على دي باش حطيتو ها انت سمعتي ولا لا؟ 24 ساعة 24 ساعة غير داكشي ليه راه شهادة، نعم اخويا تفضل. حاول اخويا ترفع صوتك عافاك. السلام عليكم، ماذا تشوفون حاليا؟ تواجهنا شارع غران زهران، شارع رئيسي قدام نوك يوما، إذا كنا تنفرطوا بين عشية وضحاها تجي تحطوا لنا هاد البوست بيكوتي ديال تينوي، ملي حطوه لنا جيت تسالت معاهم. قرب خويا الميكرو، قرب الميكرو لفنا. تسالت معاهم، قلت لهم هاد الميكرو هذا هاد البوست هذا ملي غادي تحطوا لي أنا هنايا. كيفاش من الرخصة؟ قال لك أسيدي الرخصة ديال حنا راه واخدينها مع الجماعة. لا، قلت لهم حنا هاد حنايا اللي كنعرفوا حنايا بأن كما كتعلم الصحافة وتعلم كاع الناس عامة بأن البلاد عندهم بأن الدولة كتحارب تدير تحرير الملك العام. قرب لك أخويا الميكرو. كدير تحرير الملك العام. فإذا بينا ملي كنجيو نشوفو كنلقاوه هما كيأثروا على الملك العام. هذا الباساج ديال بيتا ملي كتكونطاني أنت ديال بيتا هاد المسائل هنايا هاد المرة ملي غيدوزو غيدوزو يعني انتم تفاجئتوا انهم بغاو يحطوا هذا الصندوق هنا وسط الطريق. بغاو يحطوه هنايا في النص، وكتشوف كما كتشوف الطريق واحد شحال فيه 2.80 متر، راه عبرتو انا غير بالمتراج 2.80 متر، ما كايناش 3 متر، وجاو حطوا مع العلم ان هاد المبرة ديالنا حنايا وهاد الحوانت راه ديالنا وكنخلصوا عليهم الضرائب ديالهم. فهمتين؟ نعم. إذا ملي كتفاجأ كيقول لي واحد هذا راه الملك العام ما عندكش الحق تهضر فيه. نعم. هو كيقول لي راه الملك العام الأدهى والأمر أنه كيقول لك راه الملك العام راه تابع للدولة. بالله عليكم فسروا لي هذه القضية، أنا بغيت نجاوب على السلسة. واخا دابا أنتم شنو هو الأضرار اللي غادي تسبب لكم هاد الانستالاسيون؟ الأضرار اللي كاين هذا هو أنه غادي يجمع لنا الاختلافات. كيف ما كان واحد اخر خوه راه هو كيف هذاك الاتجاه المعاكس كان كيسمع لينا حال غائد والى ما جواره وانسان كيجلس حاجه كيتمي فيه المخدرات الى اخره. ملي غادي تحقق هنا يولي في ممر الزبال هنا عوض باش يطرموا في ممر النفايات غيولي يفتحوا لك هنايا. شنو كطالبوا دابا نتوما كساكنه؟ حنا كنطالبوا كساكنه باش يحيدوا علينا هذا يحولوه من هذه المنطقه هذه. حنا كساكنه كنطالبوا باش هذا من عند من كطالبوا من من عند من كطالبوا من كنطالبوا الجماعه اللي هي الاخوه تم الرخصه باش يديروا لنا هذا هنا، لان هذا قال لك جابوا مع الجماعه. حنا كنطالبوا الجماعه ورجال الامن ورجال السلطه المعنيين بالامر يجيو يلغيو علينا هذه القضيه هذه. واخا انتم تفقتوا الصباح تفاجئتوا بهذا الشيء، شنو وقع؟ لا هي تفاجئت بانا ما كنت انا عارف شنو كانوا كيديروا، كنت كنتهم كيحفروا كنت كنقول راه غيديروا كاس خيط لي كابل يعني بحال اللي يديري بحال هذا اللي كيديروا دابا نورمال. فاذا بيا كنت كنحطوا لك البوست هنا لي بغوتي ديال من؟ ديالنا دابا اللي ديال شركة اينا اللي كنهضر مع واحد كيقول لي هاد الشركة ديالنا راه هادشي ديالنا راه بلا ما نهضر هاهي قدامكم ونشوفوها هو هكذا. دابا هنا هاهما مجموعين كاملين كابيات كاملين ديال تينوي وأورانج
ومعهم تيسار. وهذا شحال هو وحال ما هكا؟ هذا 13 عام وبحال في هذه الحالة كتشوف فيها تعرضوا فيه شحال من ديال الناس، تعرضوا فيه الكونسول وتعرضوا فيه، لأن أنا حنا تأكلنا الناس ما كيشوفوش حتى منهم أنايا يعني. حتى أنا تعرضت لهذ المسائل هنا وهذا الشيء، ولا يعقد هذا أثر علينا وهذا ما غيأثرش علينا. راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، نعتذر الى كان الصوت ديال الاخ غير واضح. احنا الان كنتواجدوا في شارع بيران زران بمنطقه المعارف مدينه الدار البيضاء، بحيث ان ساكنه هذه المنطقه كيشكيوا هذا الصباح من شركه مشهوره ديال الاتصالات، انها جات هذا الصباح هذا وحاولت انها تحط لهم هذا الريزو وسط الطريق. هانتوما شوفوا معنا، وايضا كيشتكيو من هاد البوست اللي فيه لي كابل ديال الفيبر اوبتيك، اللي حسب تصريحاتهم هذه 13 سنة هو على هاد الحالة، تسبب في عدة حوادث للراجلين. كيكونوا الناس دايزين خصوصا المسنين والناس ذوي الاحتياجات الخاصه، كيطيحوا كيقدر يوقع لهم كسور. وهاد الاشغال ايضا كتقدر تسبب عده حوادث للمره الى ما انتبهوش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا، يعني الا تحط هذا البوست ديال الريزو وسط الطريق، الساكنه كتشكي ان ما بقاش عندهم منين يدوزوا من الطريق، غيوليو مضطرين انهم ينزلوا للشارع مع السيارات جنبا الى جنب. شوف الفرونج مون ديال الطريق.